تحت عنوان الخلق كلهم عيال الله، أقيمت في مدينة حيفا الجلسة السنوية للجماعة الإسلامية الأحمدية لنشر رسالة السلام والمحبة بين البشرية، بمشاركة نخبة من علماء الجماعة ورجالاتها في البلاد وخارجها، وحشد غفير من الحضور. الحالم أصبح قرية صغيرة، ولابد من رسالة تنفع جميع البشر بغض النظر عن جنسياتهم وعاداتهم وتقاليدهم. لابد أن نقدم هذه الرسالة، كيف نحقق الأمن، كيف نحقق السلام، كيف نحقق المساواة. لقاء سنوي يعقد للعام 23 على التوالي، استمر لمدة 3 أيام، وضم حضورا من العالم على اختلاف أعراقهم ولغاتهم للتعرف عن كثب على مبادئ الجماعة الأحمدية وتقديم تعاليم الإسلام السمحة. لقاء تمحور هذا العام حول موضوع تحقيق الأمن والأمان عن طريق تحسين العلاقات بين خلق الله. الناس الذين هم من ديانات مختلفة يروا هذه الأسوة وهذه العلاقة بين الناس والمحبة، لأننا كلنا خلق الله، وهذا هو عنوان جلستنا: الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم للناس، وهذا ما يجب أن يروه خلال الأيام 3 التي نعقد بها هذه الجلسة. إنسان يستطيع أن يجتمع بعضهم، يلتقي بعضهم من بعض ويتبادل رأيهم، وواحد يسمع من الثاني والثاني يستفيد من كلام الثاني، فهكذا من خلال هذا التعارف المبنى على الحب تزداد عندهم المحبة والعلاقات القوية. أمسيات وحوارات دينية روحانية عمادها الاحترام المتبادل ونشر المحبة بين الشعوب، تهدف إلى تقريب النفس إلى الله لتحقيق الأمن والأمان بين الناس.